نحن رح نلاقي دليل أو إثبات نقدر نساعدك فيه. أخي أيوش، منيح أنك إجيت، في شغلة بدي أقلك عنها. لا، بالأول أنا بدي أحكي أخي، أنا بدي أعتذر منك، أنا آسف كتير. أنا كمان بعتذر منك لأني عيطت عليك وبهدلتك لهيك. ماشي، مو مشكلة، بعيده. كيف؟ آسف. لسا هلا اعتذرت ولا يهمك. ممتاز. آسف. لا أخي، أنا آسف. فيني أقول لك شغلة ريشي؟ أنا أخوك الصغير ومبسوط بفكرة أني الأصغر، لو سمحت خليني ضل معك بكل شيء. ماشي، بس هالشي ماله بالشغل. موافق، خليك هون شوي. إيه ماشي. شو مفكرة؟ اتقلعيني وببساطة روح؟ أنا كنت جوعان، عصافير بطني كانت عم تزقزق، قلت لحالي أكل شغلة، ولما أكلت خطرتي ببالي، قلت معلمتي بتكون جوعانة وما أنا أكلة. بس تاكلي رح تفكري أحسن ورح تركزي. يلا كلي. أنا بحياتي ما شفت حدا بلا مبادئ مثلك، ما في أمل. هاي بهدلة مو مشكلة، كلي. جبت لك خبز سخن وفطاير، شفتن عم يقلون، مخي بيوقف بس شوف الفطاير. عن جد كان جاي على بالي أكلهم كلهم. تعالي. بدك أكل من هدول؟ وشو أعمل؟ جيب لك أكل من الفندق؟ أو أطلب لك يجيبوا لك شيف؟ هيك مقبول؟ كله منك يا لاكشمي، أنا بكرهك. اليوم بسببك حأضطر أكل أكل ما بحبه. خود هي لإلك. عن جد؟ بعرف توقيتي غلط، بس حبيت جيبها فخدها. جبت لك إياها لعبر لك عن أسفي ولا أطلب السماح، بس بدي منك تنتبه على حالك أكتر لما تطلع بالليل. ماشي. أنت عم تدللني مشان تنزعني، مو مشكلة، ما في مانع. أنا بحبك لأنك بتخليني مبسوط. بحبك أخي، أحسن أخ. وأنت أحسن أخ. شكرا. أيوش حطها شوي، بدي أحكيك. لأنه إيه اللي أخي؟ ماليش كان خطفة، بس بظن أنه الهدف الحقيقي هو كان لاكشمي، ما لماليش كان. شو قصدك؟ قصدي مين ما كان الخاطف فهو عنده هدف واحد، وهو يضايق لاكشمي ويأذيها. بس شو السبب اللي عم تقوله؟ لأنه الشخص اللي خطف ماليشكا كان عم يحاول يلفق التهمة للاكشمي، بس لاكشمي نفدت، وبعدين خطط حتى يخطفها للاكشمي، بس ما زبطت معه، قدرت تهرب، وهذا الخاطف عم يحاول يضايق لاكشمي ويسبب له مشاكل. ومين ممكن يكون؟ في شخص واحد. مين؟ بالفيندر. متأكد هو الخاطف، بالفيندر الوحيد اللي ممكن ينزل لهيك مستوى، وأنا فيني أقول بكل ثقة هو اللي خطف لاميليشكا كمان. بده إنه لاكشمي تنأذى، ومشان هيك زبط كل شيء، خطف ماليشكا واتهم لاكشمي إنها الخاطفة. بس كيف بالفيندر قدر ياخد حلقة لاكشمي ويحطه بغرفة ماليشكا؟ هالشي مستحيل، كيف؟ كيف قدر يعملها؟ مزبوط أيوش، كلامك صح، بس ما بعرف ليش حاسس بالفيندر وراها، ولاكشمي بتعرفه لبالفيندر، مشان هيك بالفيندر ما حكى شيء، ولما خطفها ما طالع صوت لأنه لاكشمي رح تعرفه، فهمت علي؟ شوف كلامك منطقي، بس ما بعرف، مو مقتنع بقصة بالفيندر. الفكرة كيف قدر ياخد الحلقات؟ ايه بس بصراحة خطر على بالي فكرة ممكن تكون غريبة شوي. احكي. يعني هي فكرة خطرت ببالي، بس ما بعرف اذا صحيحة او لا، او اذا كان فينا نطبقها. يلا يعني. حاجتك ايوش، احكي بسرعة بدون لف ودوران، احكي. خدي. مين عم يتصل هلا؟ ماما اللي عم تتصل، مو أمي. أمي بدك أمي تتصل من قبرة يعني؟ إيه ماما. ماليشكا رح توقفي هالتمثيلية ولا لا؟ ليش؟ شو صار هلأ؟ صار يلي ما لازم يصير. ريشي خلص نسيه، ضاع من إيدك. كيف؟ ماما أنت شو اللي عم بتقولي؟ شو قصدك؟ أنا ما فهمت عليكي. ريشي إجا لعندي وهددني قبل ما يمشي، وقال لي بطريقة مباشرة اسحب الشكوى تبعي ضد لاكشمي وفوراً. كيف؟ ماما استني، أكيد ما رديتي عليه وسحبتي الشكوى، ما هيك؟ ماليش كمو المشكلة إذا أنا سحبت الشكوى أو لا، الفكرة بريشي يلي مستحيل يتقبل إنه لاكشمي غلطانة. لو تشوفي الطريقة يلي حكى فيها وكيف عم يمدح بلاكشمي، يعني كان كتير واضح إنه أنتي ما إلك أي قيمة عنده، لهيك وقفي هالتمثيلية. أنت عم تقول إنه مين ما كان اللي خطف ماليشكا أو حاول يخطفها هدفه هو لاكشمي، وهدف ماليشكا مرت أخي. فكر بالقصة شوي، إذا لاكشمي طلعت من حياتك وقتها بتتزوج أنت وماليشكا، ليك
ممكن تكون ماليشكا اللي خططت لكل هالأمور اللي صارت هون، يعني بتكون مثلت قصة خطفة. لا 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 مستحيل أيوش، ماليشكا ما بتتصرف هيك أبداً، أنا بعرفها منيح، وكمان إذا بتعتقل الشرطة وقتها هي يمكن تقضي باقي حياتها بالسجن، يعني ما بظن بتخاطر بحياتها. إيه بعرف أخي ريشي اللي عم تقوله مزبوط، وبتعرفه ماليشكا أكتر أكيد، بس اللي برأيك إذا لاكشمي خطفت مين اللي رح يستفيد غير هي؟ ما بتعملها، مستحيل تعمل هالشي، يعني إذا بدها تشيل لاكشمي من طريقة مشان مصلحتها، وإذا مفكرة أني رح أتجوزها لما تروح لاكشمي من طريقة، هذا الشي ما رح يصير. يعني لا تفكر بالزواج، أنا مستحيل أتطلع بوشها يا أيوش، بس على حسب ما بعرف فماليشكا ما بتعملها. بكل الأحوال نحن لازم نلاقيها لماليشكا، وكمان لازم نلاقي لها بالفندر، إذا منلاقي واحد منهم رح يخبرنا وين الثاني أكيد. أكيد ماشي هم نمشي؟ إيه طيب، بس أخي وين مندور؟ بالمطعم، لاكشمي إجاها التليفون من هنيك. أي وأنا انخطفت من هديك المنطقة كمان. بالضبط، خلينا نروح لهنيك أول شي نعرف مين اللي دقل للاكشمي، وما بتعرف يمكن هي خطتهم يتصلوا من المطعم. إيه أخي منروح، وأنا واثق رح نلاقي الدليل على بالفندر. إذا بالفندر ما طلع الخاطف معناها ماليشكا. أنا مصرة يا ماليشكا إنك توقفي هالتمثيلية فورا. حبيبتي أنت عملتي كل هذا مشان ريشي يكره لاكشمي، بس إذا ريشي عرف بعملتك وقتها رح يصير يكرهك إلك وخطتك رح تفشل ورح تقلب القصة عليكي. خلص وقفي. لا لاكشمي رح تروح السجن ومتأكدة. ماليشكا بترجاك؟ لا ماما أبدا، ما بدي أسمع كلامك. وركز منيح الكلام اللي بدي أقوله، يا لاكشمي بتنسجن يا أما ماليشكا، وماليشكا مستحيل تفوت على السجن. هالبنت عنيدة كتير، مو قبلانة ترد، ما بعرف شو خطتها. إذا عرفت الشرطة وقتها هي يلي رح تنسجن. طيب اسمعيني شوي، عادي يلا عادي. ايه طيب ماشي ما رح ألمسك. هلأ اسمعيني، شوفي أنا واحد خطير كتير، وهذا الخطير عم يطلب منك المستحيل. هلأ إذا فتي بمشاكل ولو شوي، إذا انسجنتي لا تقولي اسمي. سكوت، بس سكوت، ما رح توصل لهالمرحلة هي. إيه بعرف هذا الشيء، بس في حال صارت وصلنا له لا تقولي. هلأ كلي خبز وفطاير، شوفي شو اشتريت، اشتريته جديد، عجبك ما؟ فضلي كلي. دوقيهم كتير طيبين، دوقيهم مع بعض. كلي يلا كلي، حطيها بقلبها.